البرلمان انا قدمت عن عالم جزائري بحوث دايرهم في كندا واسبانيا، عطيتهم ثلاث وزارات والله ما ردوا، ما نعرف يغيرونهم، ما نعرف بغي يهمشوهم بالعلم. تحيا الامم، هذا علاش راه غايدي الحال؟ ماهوش ان تسن القوانين واليات صياغه القانون من بعدها التطبيق والتطبيق خاصات نادر. الحكم اصلا يعاني من قضيه بنيات. يا غير رئيس الجمهورية قال لكم في الخطاب التالي تاع البارح الأمة، ماشي هي من البيروقراطية، هو يعترف باللي كاينة بيروقراطية، باغي تعرفوا خير منه، يقر باللي أن اللي سقط الاستثمار هو البيروقراطية، وبالتالي راني نقول اللي سقط العلماء هم ناس من عندنا وفيهم مسؤولية، ماشي الشعب يرقي هو اللي يهرب دكتور. علاش رانا نندبوا اولادنا خرج لهم من برا الفضاء؟ قالنا كيف يدير استراتيجيات صح، يعرف الكوارث الطبيعيه ويعرف يدير التجسس الى غير ذلك، وقال لك ويدير التنميه الاقتصاديه صح، ولكن في ارض الواقع نحن نعاني من التسيير في الارض ماشي في السماء. غارج بيلات وحدين غارج بيلات راه في سنين في سنين فوسفات تبسه وبترول الصحراء، نحن نبيعوه خام. صافي ندير باللي خاصكم العلم باش تديروا باللي ويبيعوه لكم، تخرجوه لبرا ويردوه لكم متعدد الاشكال الفلوس. خاصنا العلم باش كل شيء نديروه هنا، حيت ما تجيبوه من برا البنزين ولا لا، وانتم ياك عليكم شكون راه يصنعها؟ ماشي انتم، روحوا شوفوا البابور باش يجي شكون راه يجيبها، وروحوا شوفوا ديون الأبطال منين جات، من هاد الشيء تاع برا. علاش درنا حنايا طبع النقود؟ جي باسكو سوناطراك سونالغاز عندها تقريبا ما يقارب 700 مليار دينار تاع ديون، ثم عندها مؤسسات الدولة تخدم جوجل اير باش يسيروا محجرات الكنكاسور مثلا في 300 كيلومتر، يستعملوا لابليكاسيون جوجل تشريوها بالفلوس. مؤسسات الدولة تشتري العلم على جوجل اير باش تعرف واش راه صار في الكنكاسور وشحال دا وحجر بلابليكاسيون العلميه اللي خاطر دايرينها هما، ويمكن يكونوا شاكين فيها اولادنا.